برضو نروح لناقدنا الصحفي الكبير الأستاذ صابر غراوي من الدوحة، ونعرف برضو أجواء الجالية المصرية والجماهير المصرية هناك. مساء الفل يا أستاذ صابر، منور قناة الأهلي. مساء الخير يا أسامة، مساء الخير، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام، وسعداء طبعا بالتواجد دايما على شاشة بيتنا الكبير، شاشة النادي الأهلي. وانت بقى في الدوحة هناك، قول لي بقى الأجواء هناك، أجواء الجالية المصرية والجماهير المصرية، وما شاء الله الشكل مفرح جدا في بطولة كأس العرب. صحيح، يعني يمكن اقدر اقول لك انه لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، وخصوصا في مباراه مصر وتونس اليومين دول. الحقيقه الاهتمام بالجماهير والحضور للمباراه طغى على الاهتمام بفنيات والموقع داخل ارض الملعب، وحتى الغيابات واللعيبه اللي هتشارك. الحرب الجماهيريه اشتعلت من بعد تاهل تونس ومصر للدور قبل النهائي، وفي تصريحات كتير صدرت من الجانبين، والحقيقه كان في تحرك جماهيري ورسمي من جانب تونس، وتحرك جماهيري فقط من جانب مصر. كان فيه بدات القصه بتصريحات عبد الباسط الهلالي اللي هو رئيس الجاليه التونسيه بقطر، لما قال تصريح قوي جدا وقال لك انه 95% من التذاكر حصلت عليها الجماهير المصريه. وفي المقابل رد رئيس الجاليه المصريه وقال لا بالعكس، انه الجانب التونسي هو اللي حصل على التذاكر الاكبر، بحكم انه تونس تاهلت قبل مصر بيوم كامل، فبالتالي الجمهور التونسي كان عارف انه فريقه متواجد طبيعي في الدور قبل النهائي، عكس جمهور المنتخب المصري ما كانتش لسه المباراه اتلعبت. انما الحقيقه يا اسامه الموضوع فيه جوانب كثيره جدا وتفاصيل كثيره جدا، احاول الخصها عشان المشاهد ما يتوهش مننا وعشان وقتك. التحرك الرسمي الاول اللي صدر من الجانب التونسي كان من وديع الجريء اللي هو رئيس الاتحاد، وجه نداء للجنه المنظمه المحليه طالبها بانه يكون في عداله في توزيع التذاكر، رغم انه يعلم جيدا ان اللجنه المنظمه المحليه ما لهاش اي دور، وانه الفيفا هو الوحيد اللي منوط به توزيع التذاكر. بس هي كانت اشبه بورقه الضغط في محاولة للحصول على أكبر عدد ممكن من التذاكر. ويقال طبعا دي غير معلومة، ده مجرد أقاويل سمعناها، إنه بالفعل الفيفا استجاب لوديع الجريء، وكانت في بعض التذاكر تم منحها للجماهير التونسية، إنما دي معلومة الحقيقة غير مؤكدة. عايز أقول لك كمان في جانب مهم في قصة التذاكر، إنه التذاكر ما بتتوزعش فقط في الدور قبل النهائي، التذاكر بتتوزع حتى من قبل انطلاقة البطولة بشهر كامل يا اسامه. كان في ناس بتطرح على الاونلاين وكل واحد بيدخل يحجز. بيطرح اعداد، يعني طرح في الاول قبل البطوله بشهر 10,000 تذكره في الدور قبل النهائي. 10,000 تذكره ده ممكن يكون جمهور اردني، ممكن يكون مصري، ممكن يكون تونسي، زي بطوله كاس العالم للانديه لما كانت موجوده في الدوحه والتذاكر طرحت قبل البطوله او اثناء البطوله كمان. صحيح. مين بقى اللي خد التذاكر في الفترة دي؟ الله أعلم، دي اللي حبان أثناء المباراة، محدش يقدر يعرف المعلومة. طيب دي خلينا نتكلم يا أستاذ صابر عن المواجهة بكرة. مواجهة مصر مع تونس دايما مواجهة قوية فيها ندية، بنقول عليها ديربي شمال أفريقيا. الحديث مين اللي يعني الحديث في الشارع هناك، مين اللي كفته أرجح، المنتخب المصري، المنتخب التونسي؟ المنتخب المصري بيضم عناصر من الأساسيين، وأيضا كذلك الامر منتخب التونسي برضه. صحيح، هو في جوانب الحقيقه بترشح كفه مصر وبترجح كفه مصر، وفي جوانب ثانيه بترجح كفه المنتخب التونسي. انا اعتقد ان المؤشر الوحيد اللي ممكن يرجح كفه منتخب تونس هي حصولهم على يوم راحه كامل قبل منتخب مصر، وكمان منتخب مصر لعب شوطين اضافيين امام منتخب الاردني، فممكن يكون في شيء من الاجهاد. انما العنصر الثاني اللي بيرجح كفتنا ان شاء الله هي انه منتخبنا كان اكثر اقناعا يا اسامه من المنتخب التونسي، لانه على الاقل قاد مواجهه قويه جدا امام منتخب الجزائر، عكس منتخب تونس ما خدش اي اختبار حقيقي ولم يكن مقنعا حتى للجماهير التونسيه. قاد اربع مباريات، الفوز الاول كان لاسباب خارجة عن مباراة كرة القدم لما فاز على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وبعد كده خسارة ثقيلة جدا أمام منتخب سوريا، ودي المفاجأة الوحيدة اللي حصلت في البطولة، وتلاها فوز باهت على منتخب الإمارات، وفوز باهت آخر على منتخب عمان في الدور ربع النهائي، عكس منتخب مصر الأداء مقنع في البطولة. صح، يبقى النهاردة أداء منتخب مصر مش للدرجة اللي احنا عايزينها، ولكن اكثر اقناعا
من المنتخب التونسي. الجمهور التونسي نفسه غير راضي على اداء فريقه، لانه معدلات التجانس واضح ان معدلات التجانس والانسجام واضحه في منتخب مصر بنسبه اعلى بعض الشيء من منتخب تونسي. انما في عناصر في منتخب تونسي قويه جدا لازم نكون منتبهين لها، لما نتكلم عن يوسف اللاعب بحجم مساكني، لما بنتكلم على علي معلول في حاله مشاركته، لما بنتكلم على محمد الجزيري، فخر الدين بن يوسف بن رمضان، لعيبه كتير طبعا، لعيبه كتير. وفي لعيب كمان هيظهر، ممكن يظهر لاول مره، اللي هو منتصر الطلبي المحترف في روسيا، جه اول امس، مدافع قوي جدا، جه اول امس وشارك في المران الرئيسي، وشارك كمان في تدريب المران اليوم، وهيكون جاهز للمشاركه من ضمن خيارات منذر الكبير قبل المباراه. تابعت النهارده تصريحات كيروش من خلال الصحافه القطريه استاذ صابر؟ نعم نعم، تابعت تصريحات كيروش والسوليه. طبعا السوليه ركز في تصريحاته الاول على انه التاريخ، لانه كانت معظم الاسئله ومعظم الكلام على انه التاريخ بيصب في مصلحه تونس قبل المباراه. السوليه كان صارم وحازم فيها، وقال لك انه التاريخ احنا ما بنعترفش بالتاريخ، والتاريخ ملوش علاقه بال 90 دقيقه اللي احنا هنخوضها. طبعا كيروش واضح انه معدلات الثقه في لعيبته بتزيد من مباراه لاخرى، واتكلم على جزئيه انها قال لك نصا كده، قال لك كمباريات كره الطاوله، مباراتنا مع منتخب تونس هتكون مثل مباريات كرة الطاولة بين الهجوم والدفاع للمنتخبين، وقال أتمنى أن نكون الأفضل هجوما ودفاعا. معدلات الثقة زي ما بقول لك بتزيد. منذر الكبير يعني أعتقد أنه أكال المديح وأشاد كتير جدا بمستوى المنتخب المصري وبمستوى لعبته، وممكن تكون تصريحات أشبه أنا شايفها أشبه بالتنويم المغناطيسي. طبيعي جدا المدرب بحجم منذر الكبير يكون له رؤية خاصة بالمباراة، ولكن اعتقد انه كمان خبرة كيروش في المقابل مش من السهل انه يبلع اخيرا يا استاذ صابر، بعد نجاح البطولة، بعد التنظيم الرائع والنظام المجهود كبير، نقدر نقول قطر يعني تقدر تنجح ان شاء الله في تنظيم كأس العالم بنسبة كام في المية؟ شوف انا هستعير في ردي عليك تصريحات جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وفاطمه ساموره امين عام الاتحاد الدولي. الحقيقه لما التقينا بيهم في خلال الايام اللي فاتت يا اسامه، كان في يعني اعجاب شديد جدا، وكان في حاله اطمئنان، وقالوا ان احنا نصا كده قال لك ان احنا نتمنى انه كاس العالم تكون في اقرب وقت ممكن عشان نستثمر النجاحات الكبيره. كان في تخوفات كبيره طبعا من الحضور الجماهيري، من الملاعب، من الذهاب للملاعب، لما لقوا في سلاسه كبيره في الحضور ولقوا الشكل الرائع ده، فكان في حاله اطمئنان اولا من اللجنه المنظمه المحليه، لجنه المشاريع والارث والاتحاد الدولي، واحنا كاعلام كمان متابعين. طبعا اكيد في اي حاجه فيها سلبيات، ولكن الايجابيات كانت اكبر بكثير، واعطتنا حاله من الاطمئنان كلنا كعرب، لان ده مونديالنا كلنا، كاس العالم لينا كلنا كعرب. ان شاء الله اتمنى ان تستمر معدلات النجاح، وكانت تجربه لان هم كانت بيتعاملوا معاها على انها كانها بطوله كاس القارات. دايما قبل بطولات كاس العالم كنا متعودين ان كاس القارات بتبقى هي البروفه قبل الاخيره للبطوله، فكانت البطوله دي بمثابه البروفه الاخيره قبل المونديال، واعتقد نسبه نجاح كبيره جدا، وبتسهل بعد كده المعدلات النجاح. وبعد كده في خلال الاشهر المقبله هيكون في تلافي للسلبيات البسيطه اللي ظهرت. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا للاستاذ صابر الغراوي الناقد الصحفي الكبير.